انا الحمد لله كل عام كل عام نسي نخدم نفرض روحي باش نكون باللي انا فنان، نفرض روحي والعمل تاعي يكون بنيتي، يعني نخدم ما نعرفش نفيس كما يقولوا اوتر باروتيز، نخدم القلبي وهذا هو الفنان. وكي يخدم القلب والفنان كي يخدم حاجه مليحه يتقنها ويتومنا معناتها كما نقول لك الصدى يكون اكيد ايجابي، باسكو المشاهد الكريم الجزائري خاصه يعرف واش يشوف، يعني الحق وين درجه حاجه واعي واش يشوف الحاجه اللي تعجبو يشوف يحبها، ولا حاجه اللي ما يعجبهاش يزابيها. والحمد لله ان شاء الله هذا العام توفقنا، يعني فريمون مع العمل تاع دار الفشوش اللي عملنا بقلبنا باش مالغري لي كونديسيون فريمون صعبه بزاف، البرد كان يسموه من الظروف اسكت برك، مي الحمد لله الحمد لله خرجنا، وهذا كاع باش نفرحوا الببليك فوالا. وكيف كنت تعمل مع جعفر قاسم يعني المخرج الكبير؟ جعفر قاسم شغل بون سبق وخدمت معاه صافي لونطون، مي عرفت كيفاش يعرف يخدم الوغ شغل تعاملي معه كان فريمون جد منيح، يعني شغلنا هو يعرفني وانا نعرفه واش حب، هو يعرف كيفاش نقدر واش يمد ولا ما نمدش. فيما يخص مشاريعك المستقبليه، هل هناك مشاريع يعني؟ اي مشاريع احنا جوستومون علاش القانون هذا، لو كان جا قانون فريمون كان عندنا قانون نقول لك باللي عندنا مشاريع، عندنا سمو عندي ما كاش حتى دوكا ان شاء الله دوك ولا يخرج هذا القانون هذايا، ونقدر نقول باللي عندنا مشاريع، عندي باغ اكزومبل نقري نقدر ندير باغ اكزومبل ورشات تكويني، نقدر باغ اكزومبل نبدا ندير فهمت، باسكو هذا واش خصنا الدفع قوي نو، باسكو شغل الفنان اللي او هنا وحاضر يقدر يحب يخدم بصح ما عندوش ضمانات. باغ اكزومبل انا دوك نقول لك باللي نروح للوزاره ونقول لهم عندي مشروع حبيت نديرو هكذايا، بصح يتطلب كتابه تاع عام كتابه، بصح هذاك العام كيفاش راح ناكل كيفاش راح فهمت. لو كان عنده قانون الفنان يعني فيه الدعم من مصارف الدعم وفيها كونترا باغ اكزومبل كاين نقولوا التعامل مع الوزاره، انت يا باغ اكزومبل انا نبدا هذا المشروع وانت يا لو كان اعطيني برك كيما نقول لك باش نقدر نعيش في هذه الامور، هذا هو اللي خاصنا حنايا. ورساله اللي توجهها للشباب يعني الجزائري المبدع يعني في مجال الفن والتمثيل؟ حبوا هاد شوف الفن هذايا ماهوش سهل، لازم تحبوا باسكو كي تحبوا تشقى فهمت. الوغ النصيحه لازم تحبوا الفن، وكي تحبوا الفن كي تحبوا تمارسوه صبروا فكيفاش، وصبروا مليح باسكو انا واش تجوزت انايا يا صاحبي فهمت فريمون، وهاد الفن هذايا لو كان ما تحبوش هو ما يحبكش، هذه هي ولازم ماشي 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 دون لو سونس تسوفري، الصبر هذا هي فهمت، يعني الصبر ينال والله العظيم لو كان تحبوا هذا الفن فن اون بليس عندنا اميتي تاع التمثيل انا بوغ موا نحب ماشي ساكنه في الدم، الله ذاتي هذه هي ابار الفن ما نقدر ندير والو.